يا الحسين تعال في يداني. ونحن في ابتدائي محرم الحرم أو على أعتاب المحرم الحرام يجب أن ألتفت بأن تعظيم شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تعظيم هذه الشعيرة ليست هي لخصوص فرد من الأفراد أو خصوص شريحة معينة أو نخبة معينة، وإنما هي للجميع، على الجميع أن يقوم بتكليفه من أجل أن يعظم شعائر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تعظيم هذه الشعائر له صور متعددة، فحضورك في المأتم هو تعظيم لشعيرة الحسين، وجودك في الموكب هو تعظيم لشعيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مساهماتك المادية والمعنوية والوقوف أيضا مع رجالات المنبر، مع رجالات المأتم من كوادر وعاملين، هم أيضا تعتبر أيضا شعيرة من شعائر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نعظمها، وهذه أمانة مطوقة في رقابنا، فيجب علينا أن نلتفت كيف نقوم بأداء هذا الواجب وأداء هذه الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يوفق لخدمة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حتى نحشر يوم القيامة مع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.